مسك. حطاي. راجعي والله انزل. ايه اول مره ما قولي له حكنت هذا اصبح بهيزد تقريبا هذا من فترة 4 شهور. بي والله أنا كل نهار يجين على هالمستوصف والله شايب الحزين مسكين مجلوط نايم بالفراش ولا حكمنا والله على الله إيه ينون بديت مسكين نوبات الطجدم يحك أقول له لا تحك وولاد ابني وشنتي لأبيها وولادي صغار بيهم بولاد بوجههم بي أنا أختي بوجه 11 وحدة وأخويا بعينه ما أبو عيني. نتيجة قلة المكافحات وقلة الاهتمام فسببت إصابات الكثير من الأهالي هنا. تقريبا أنا إصابتي تكونت 15 إصابة من فترة 4 شهور وبلشت بعلاجها هنا أنا والطلاب. بدنا نجد المنظمات انه المسؤولين والمعنيين انه موضوع الوقايه يعني علاج متوفر بس احنا بدنا موضوع وقايه عشان ما نوصل الحالات اكثر من الحالات اللي عالجناها بالعام الماضي والعام الحالي. يعني اذا عالجنا بس من مركز الكرامه والقرى التابعه لها 4000 هذيك السنه اذا ما في وقايه راح اقول لك يعني بدنا نوصل للضعف يعني 4000 بدنا نوصل حال 8000 اصابه.